الخير طلبة سنة تانية، إن شاء الله أكون معاكم البلوك ده في مادة البايك ميستري. طبعا البلوك بتاع المصل ماسكولوسكليتال والميتابوليزم، طبعا الميتابوليزم كله عبارة عن بايو، يعني أهم مادة بالنسبة لك هي تعتبر البايك ميستري، كذلك الماسكولوسكليتال أهم مادة هي الأناتومي، فهما مادتين اللي هتهتم بيهم إن شاء الله البلوك ده اللي هي البايو والأناتومي، ولا يهمك خالص ولا فارما ولا فيسيولوجي ولا أي مادة ولا بارة ولا مايكرو، المواد دي كلها تكون صغيرة وتتلم يعني بسهولة إن شاء الله. المادتين اللي محتاجين جهد منك من أول السنة ولازم تتابع فيهم مع يعني حد فاهم في المادتين كويس، هي مادة الأناتومي ومادة البايو كيمستري. إن شاء الله أكون معاكم في مادة البايو، وإن شاء الله أحاول أسهلها عليكم على قدر الإمكان، أكون معاكم بالمذكرات، يعني هينزل كل محاضرة هتنزل، هنستنى المحاضرة أما تنزل وهننزل على طول الورق بتاعها في نفس اليوم، وكذلك الشرح هيكون من خلال أبليكيشن ذاكرلي. الكورس هيكون عبارة عن شرح النظر كامل والعملي بالكامل، وكمان هيكون فيه فيديوهات لحل الأسئلة ومذكرات الأسئلة عن الميتابوليزم والأسئلة اللي جت في السنين اللي فاتت في البايو، وكل حاجة نقدر نعملها عشان نسهل عليكم هنعملها بإذن الله. إن شاء الله البايو تكون كويسة، وإن شاء الله نجيب درجات كويسة في البايو كيمستري.